التاريخ يكتب هنا بيد أول لاعبة عربية بلغت نهائي إحدى بطولات المحترفات للتنس، وقد تكون الأولى التي تتوج بها. التونسية أنس جابر في مواجهة الروسية داريا كاساتكينا على أرضها وبين جماهيرها في المشهد الختامي لكأس الكريملين. النجمة التونسية دخلت المباراة أمام لاعبة تحمل مشاعر متضاربة بعد خسارتها نفس النهائي العام الماضي، وهي تسعى لكسر سلسلة خسارة النهائي 3 مرات من 4 في بطولات مختلفة. أنس المصنفة رقم 101 على العالم لم تمهل كاساتكينا الوقت وتقدمت عليها مبكرا. ضربات إرسال الروسية المصنفة 14 كسرت في أغلب الأوقات على يد أنس، فكان هذا المشهد. وبجرأة هجومية استطاعت أنس جابر أن تكسر الإرسال. فيليب دي هايس مدرب النجمة الروسية يحاول إعادتها إلى المباراة، لكن القاطرة التونسية لا توقفها شيء. 6 أشواط مقابل 2 لصالح أنس الهادئة والواثقة الخطى أمام الروسية التي فقدت أعصابها قبل المجموعة الثانية. الأخطاء العديدة لكاساتكينا والثبات المميز لأنس أخرج اللعبة الروسية للمرة الثانية عن شعورها، واللقب يقترب من أنس على وقع التقدم 4 أشواط لـ2. قمة الإثارة عندما روضت كاساتكينا أعصابها ونجحت في الفوز بشوطين متتاليين، وعيون النجمة التونسية مصوبة نحو الحلم الكبير. حلم راوح مكانه في نهاية هذه المجموعة الصعبة بخسارة أنس بشوط كسر التعادل. معاناة أنس تزايدت بإصابتها الخطيرة قبل نهاية المجموعة الحاسمة، والتي حسمتها كاساتكينا بمجموعتين لواحدة لتتوج باللقب. Победительница турнира вручаются часы от швейцарской компании Rado. Часы вручает Ханс Руди Мартин. Слово предоставляется финалистке турнира Ons Jabeur.